السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبة الطلبة في كل مكان لتكملة الدرس الأول من كتاب المطالعة والقواعد والعروض والتعبير الخاص بجميع الفروع عدا المسار المهني. نحن وإياكم في تكملة درس اشتدي أزمة تنفرجي، وهي الآيات من سورة يوسف. إن لم يكن الكتاب المقرر النسخة الجديدة بين أيديكم، بإمكانكم الاستعانة بالنسخة القديمة فقط في محتوى هذه الآيات، أو أن يكون القرآن الكريم بين أيديكم ليكون متن الآيات قريب عليكم أكثر من السبورة. إن لم تكونوا قد اشتركتم في قناتي مسبقا، فهذه دعوة مجددة للاشتراك ودعوة أصدقائكم من كل مكان للاستفادة والإفادة. هذه الدروس موجهة في الدرجة الأولى لكل من يدرس دراسة خاصة، لا يجد معلما أو معلمة، لا يستطيع أن يذهب لأخذ دروس خاصة، فأنا أقدم له هذه الدروس زكاة علمي لا أكثر ولا أقل. وهذه الدروس موجهة في الدرجة الثانية إلى المتفوقين، المتفوقين الذين يبحثون عن العشر الأوائل على مستوى الضفة، أو يعني على مستوى فلسطين بشكل عام، أو على مستوى مدرسته أو مديريته، فأنا أقوم بتحليل وشرح خارجي يتقاطع مع شرح المعلم داخل الصف، وبالتالي نغطي مع بعض جميعا المادة إن شاء الله. فإن لم تكونوا قد شاهدتم الدروس السابقة لهذا الدرس، عودوا إلى الدروس السابقة وصلوها مع هذه الدروس، تعالوا أو مع هذا الدرس. تعالوا بنا نكمل الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع بالسكون ويلعب بالسكون. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبع أسئلة، ومن ثم أيضا سبع أسئلة تليها. تعالوا بنا إلى السؤال الأول. أوضح كيف احتال أخوة يوسف على أبيهم لإقناعه بذهاب يوسف معهم. كيف؟ شو عملوا حتى يقنعوا أبوهم؟ أبوهم من الأول مش راضي. فماذا فعلوا لذلك؟ من خلال الآيات نقول أظهروا حبهم له. قالوا إحنا من حبه، حرصهم الشديد عليه، وأنهم له ناصحون ويريدونه أن يرتع ويلعب ويستجم معهم، وسيقومون بحفظه ورعايته بهذه الطريقة. يعني ما لك لا تأمنا على يوسف، نحن نحبه وحريصين عليه ونريد أن نأخذه معنا فقط كي يلعب ويستمتع ويأكل ويشرب. وإنا له لحافظون، ونتعهده بالرعاية والحفظ والأمان. وبالتالي هذا كلام مطمئن بالنسبة لأب، وخاصة إنهم إخوته ليوسف عليه السلام. طيب، ثانيا استخرج أسماء الفاعلين الواردة في النص السابق. هذا السؤال رح يظل متكرر معنا، طبعا هو ما بيجي بهاي الطريقة فقط، بقول لك ورد اسم فاعل استخرجه، أو كلمة تحت خط شنو نوعها من المشتقات أو المعنى الصرفي لها. فشو رأيكم في أسماء الفاعلين اللي عندنا؟ ناصحون، حافظون، غافلون، وخاسرون. ما في عندنا غيرهم، ناصحون، حافظون، غافلون، وخاسرون، وكلهم يا جماعة اسم فاعل من فعل إيش؟ ثلاثي. طيب سؤالنا الثالث، ما المعنى الذي خرج إليه الاستفهام في قوله ما لك؟ نستفهم ما لك؟ ما لك لا تأمنا على يوسف؟ ما المعنى الذي خرج إليه الاستفهام؟ المعنى الذي خرج إليه الاستفهام هو الإنكار. مستنكرين. طب مستنكرين من إيش؟ الإنكار من إيش؟ الإنكار على نفي الائتمان. يعني إحنا مستنكرين عليك إنك أنت مش مأمن له عليه.
هاي معنى الإنكار هنا. إنكار من شو؟ من إيش؟ من كرين. الإنكار على نفي الائتمان، لأنك مش مأمننا، إحنا إيش؟ مستنكرين هذا الكلام. فإذا جاء السؤال، المعنى الذي خرج عليه الاستفهام هو الإنكار، وعرفنا من إيش؟ الإنكار، الإنكار من نفي الائتمان. ورد في النص اسما منصوبا بعلامة فرعية، استخرج. أول شيء بدي كاسم مش فعل، تمام؟ وثانيا منصوب، يعني سبقه ناصب أو هناك ما يجعل منصوب. فمن أولها قالوا يا أبانا، أبانا ليه؟ أول إشي بيمكن تندل منه من, 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 من شكل الكلمة. أبانا شو تصريفها؟ أبونا وأبينا وأبانا، مش الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بإيش؟ وتجر بإيش؟ وبالتالي يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وبالتالي أبانا شو قبلها؟ ياء. يا سلام، يا حرف نداء، ممتاز. إذن اللي بعدها أنا منادى، بالتوقف المنادى يا إما مبني على الضم في محل نصب، يا إما منادى منصوب، تمام؟ ولما يكون المنادى مضاف ومضاف إليه بكون مباشرة منصوب. فهنا المنادى مضاف لأنه النا مضاف إليه، وبالتالي أصبحت أبانا هي إيش؟ منادى منصوب بالألف لأنه مضاف، والنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ما نوع ما وما إعرابها في قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف؟ مين بيني مالك؟ يعني شو مال إيش؟ الاستفهامية، تمام؟ لأنه تحمل معنى الاستفهام. مال استفهامية في محل رفع مبتدأ، هنا إعرابها. طيب ما المعنى الذي خرج إليه الأمر في قوله أرسله معنا؟ هون يعني رأيت سابقا بأن بعض الإجابات تحمل معنى الالتماس. بالمناسبة معنى الالتماس هو الطلب برفق وبلين، يعني أنا بطلب منك. يعني مثلا إذا أبوك فات عليك وانت بتدرس في الامتحان، أو فات عليك أبوك وانت بتدرس، أو أمك وسألتك شو بتعمل وهو طالع نسي يسكر الباب، كنت قلت مثلا يا أبوي ولا عليك أمر سكر الباب، أو سكر الباب وانت طالع. طب يعني انت بتتأمر على امك هان؟ بتتأمر على ابوك يسكر الباب؟ او مثلا بتقول ابوك ناولني كاسة المي، ناولني اعطيني، فيها فعل امر لابوك، بس انت بتتأمر عليه؟ لا، ولا التماس الطلب برفق ولين هان؟ لا هان. بعدما رجعت الى اكثر التفسيرات قالوا بأن المعنى الذي خرج إليه الأمر في قوله تعالى أرسله معنا، يعني ياريت، يعني مشان الله ودي معنا، يعني حمل معنى الإيش؟ حمل معنى الدعاء. يعني إحنا مندعيك، ندعوك أن إيش؟ ترسله معنا. وبالتالي أي ملحوظة من أي زميل تربوي بتأمل أنه يحكيها أمامنا على التعليقات. فأنا أرى بأن المعنى الذي خرج إلى الأمر في قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب هو الدعاء، يعني ياريت، يعني إيش؟ مشان الله، يعني بنتمنى عليك، هاي معناها، ما في إيش؟ التماس في هذا الموضوع. وما ضرب الخبر في قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون؟ هنا في أكثر من مؤكد، وبالتالي يكون ضرب الخبر إنكاري. شوفوا السبع أسئلة اللي أمامكم، تعالوا نشوف السؤال الثامن. السؤال الثامن أمامنا، نعود إلى المواد أو المادة المعجمية. وما المادة المعجمية للكلمات الآتية؟ أوحينا ويبكون، هي أوحينا من أي فعل ثلاثي؟ أوحى، والمضارع يوحي، وحيا، إذن إيش؟ من الفعل الثلاثي وحيا. طيب يبكون بكى يبكي، إذن بكيا بكيا. بدكم تلاحظوا شغلي في المادة المعجمية، ممنوع يطلع معكم ألف، الألف بدها تبقى منقلب يا عن واو يا عن يا. طيب ما نوع اللا اللام في كل من الموضوع الموضعين؟ في عندي لئن هيها،
وفي عندي لتنبئنهم، هيها لامتين، شو نوع كل واحد منهم؟ اللام الأولى، اللام يا جماعة تبعت إن، اللام لما تفوت على إن المخففة لإن بتصير اسمها اللام الموطئة للقسم، يعني اللي بتمهد للقسم. واحد بيقول استاذ كيف بدي اعربها وبتحفظ؟ بتحفظ وبتفهم. اذا اللام فاتت ع ان المخففه لان شو صارت؟ موطئه ايش؟ للقسم. والثانيه لتنبئنهم، هذه واقعه في جواب القسم، واقع في جواب قسم محذوف، يعني بزبط تقول عنها لام واقع في جواب القسم، يعني لام قسم. فهذه هي اللام موطئة للقسم وواقعة في جواب القسم، وجواب القسم تبعه هنا محذوف. ما نوع اللام في ليحزنني؟ ليحزنني وماذا أفادت؟ اللام هان لام المزحلقة ما اشتغلت، ودائما اللام المزحلقة تفيد التوكيد، توكيد الإيش؟ المعنى. طيب ما نوع لا في قوله تعالى ما لك لا تأمنى؟ شو نوع لا؟ نافية ولا ناهية ولا شو؟ لا تأمنى. إذن لا هي لا النافية، تنفي، يعني ما دخلش النهي في الموضوع. ما نوع الواو وأوحينا إليه؟ شوفوا الآية، الآية وأوحينا إليه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم. هذه الواو واو استئناف، استئناف ذا الكلام، ما إلها علاقة في العطف، تستألف الكلام. حتى أن بعض المفسرين يرون بأن هذه الواو واو زائدة. فعندما أريد أن أرجح قول من الأقوال، أنا أعود وأرى جمهرة العلماء ماذا قالوا. والله هذا قال واو زائدة، واحد قال واو استئنافي. أرى ما أكثر الآراء حول أي إجابة ينحون أي منحة فأعتمده. فلاحظوا كيف الواو بتكون زائدة، إذا كمتوها ما بيختل المعنى، لاحظوا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه، كيم الواو ولا بصير شيء. إذا الواو يمكن أن تكون زائدة، ولكن الأغلب رأى بأن الواو استئنافية لاستئناف الكلام فيما بعدها، ووجب علي أن أضعكم في الإجابتين. طيب، ورد في الآيات فعلا مضارعا مبنيا. دائما نقول فعل المضارع مرفوع بالضم، لا، يبنى على الفتح مثلا ويبنى على السكون، في له حالات. فهنا في عندي فعل مضارع مبني، مبني على الفتح، لتنبئنهم، وسبب ذلك لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اللي هي مالها عليها شد، وبالتالي تصبح اللي هي الفعل المضارع المبني شو هو؟ لتنبئنهم. طلعوا على الأسئلة 13 بسرعة قبل أن نكتب وإياكم قليل من الإعراب بسرعة. نكمل ما تبقى لدينا من أسئلة، وسؤالنا 14، ما موقع المصادر المؤولة الآتية من الإعراب؟ معنى مصدر مؤول، على الأقل على الأقل مشان ما شتتكم، مش أن وبعدها فعل مضارع. طبعا مش بس أن لحالها، ممكن يجي برضو كي مع فعل مضارع. إذا خلينا الآيات، أن بعدها فعل مضارع يشكل مصدر مؤول. ومعنى مصدر مؤول أيضا أنك تستطيع أن تشطب بخط مائل زي الرياضيات الأن مع الفعل اللي بعدها، وتحط محله اسم بالطول من الفعل. تعالوا نجرب. أول مصدر مؤول بده إعرابه أن تذهبوا. وين أن تذهبوا؟ هيو، قال إني ليحزنني أن تذهبوا. طلعوا شو بدي أعمل؟ أن تذهبوا، بشطب أن تذهبوا بخط مايل، أن تذهبوا، شو العملية اللي بتتم؟ الاسم من ذهبوا، تذهبوا، الذهاب. إذا لو حطيت كلمة الذهاب، الذهاب صار مصدر مؤول هذا الذهاب. شو إعرابها؟ ليحزنني الذهاب، ليحزنني، أنا بتزعل مفعول به. يحزنني فعل مضارع مرفوع بالضم، يحزنو، والإن الثاني للوقاية. شو يعني الوقاية؟ بتفصل بين النون والياء، تمام. بس ليحزنو
ني فعل مضارع مرفوع بالضمة، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، هو اللي بده يزعل، بده يوقع عليه فعل الفعل والفاعل. طب شو اللي بده يزعله؟ الذهاب، الذهاب فاعل. إذا المصدر الأول في محل رفع فاعل، المصدر الثاني أن يأكله، وين هي؟ وأخاف أن يأكله، اسطبوها بخط مايل. إذا أنا بوكل وإنت بتوكل ونحط قدامنا صنية أكل ونبلش تقع في الأكل، شو المصدر؟ أكل، بنوكل أكل. لا، حطوا محلها كلمة أكل. وأخاف أكله، أخاف الفعل، أنا الفاعل، الأكل مفعول به، إذا أن يأكله في محل نصب مفعول به. ظايل عندي واحد آخر إشي، أن يجعلوه، وأجمعوا أن يجعلوه، المصدر بشطب جعله، صار اسم، أجمعوا فعل وفاعل، إذا جعله مفعول به منصوب. شفت كيف نعرب المصادر يا جماعة؟ طيب استخرج الجمل الواقعة حالا من الآيات السابقة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف حالنا وإنا له لناصحون. الواو واو الحال والجملة جملة حال. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الجملة جملة حال من عند وإنا، الواو واو الحال والجملة جملة حال. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم حالكم وأنتم ساهيين عنه، وأنتم عنه غافلون، وأنتم عنه غافلون، واو الحال وإيش الجملة جملة حال. يعني إذا كان ناحية أخرى استخرج واو حال، هاي ووات حال، أو ما نوع الواو؟ هانا وهانا وهان، هي واو الحال. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا مالهم وهم لا يشعرون. الواو واو الحال والجملة جملة حال. استخرج من النص جواب أو حرف جواب، حرف جواب إذا، إذا وين إذا؟ ونحن مسبقا إن إذا لخاسرون، هذا جواب طلب. استخرج فعل مضارع مرفوع بعلامة فرعية، يعني مش فعل مضارع مرفوع بالضمة، فعل مضارع مرفوع بعرفش فيش. شو العلامة الفرعية قلنا عنها جماعة؟ الواو أو الألف من ضمنها. ففي عنا يشعرون، هذا شو عنا يشعرون؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة؟ لا، وهم لا يشعرون، الإن هذا دخلهاش، يعني العفو الفتحة اللي على النون ما دخلها. لا يشعرون، يأكلون، يفعلون، يذهبون، أفعال خمسة. لا، إذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. طيب يعني يا جماعة مختصر مفيد، هذا كل أهم شيء عندنا. لو كنا بس هذا بدنا نعرف، هذا لتنبئنهم بأمرهم، هذا شو محل اسم الإشارة هذا من الإعراب؟ لتنبئنهم بأمرهم صفة ونعت لأمرهم، إذن في محل جر نعت وصفة. هذا أهم ما في الآيات من 11 ل 15. لاحظوا 14 سؤال غير الشفهي اللي شرحناهن. أتأمل ألا أكون قد أطلت الدرس، ورغم هيك لسه بدكم إياني أعرف، ورغم هيك لسه بدكم إياني أطلع الصور والفنية والتشبيهات، إذا الدرس بتظل بكرة العصر. فأنا أتأمل بهذا القدر أن أكون قد غطيت 90% من الأسئلة اللي ممكن تيجي على هذه الفقرة. 10% اللي بتظل، اللي هني خلينا نقول 3-4-5% أسئلة كتاب، و3-4-5% من أسئلة لمعلم أو لمعلمي في الصف، أو الأسئلة اللي أنت ممكن تشوفها في ملزمي، أو الأسئلة اللي ممكن تشوفها خارجية. زي إيش؟ أنا ما تعرضت لهاش مثلا، بس لأني بشوفها ممكن يشوفها أي حدا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ليش يرتع؟ يعني عليها سكون، هذه فعل مضارع ماله مجزوم. ما سبب جزمه يرتع؟ لأنه واقع في جواب الطلب. وين الطلب؟ وين جواب الطلب؟ يرتع، تمام. الواو واو عاطفي، ويلعب فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على مجزوم زيه. أتأمل بهذا القدر أحبة الطلبة في كل مكان أن أكون قد وفقت في نقل الصورة. إن كان لديكم أي تعليق، أي استفسار، أي لبس، لا تبخلوا بالتعليق أسفل الفيديو. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وانتظروني في بقية الآيات في أقرب وقت. إلى اللقاء.